في حادثة استغربها المواطنون تتعلق بقطع حوالي 60 شجرة يفوق عمرها 100 سنة بمحاذاة خط السكك الحديدية بالطريق الرابط بين بلدية السانية ومسرقين، والتي كانت تضفي جمالا للطريق وتغطيه بظلالها. بصح هكذا الا 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 كان ما عندها حتى خساره باش يقلعوا الخساره. شحال عندها الاشجار هذيك عمرها؟ يروم وقت الاستعمار. ها من فرنسا هذه. وغادي نعاودوا نغرسوا الشجره كيما هذه. راه شاده الارض هذه، وحنا عبر عندنا هنا السبخه، السبخه راشيه. كون ما يكونش الشجار كيما هذو ما تنشدش القدرون. الاشجار راهم هنا عندهم تاريخ منذ الاستقلال. من قبل الاستقلال. وهاد الاشجار كانوا يعطوا منظر للطبيعه، منظر خلاب. من جهتها بلديه السانيه تدخلت لوقف العمليه واعلمت مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا. تبين في الاخير ان عمليه القطع تمت برخصه من محافظه الغابات بطلب من مديريه النقل بالسكك الحديديه. تبين ان المؤسسه الخاصه امرت من طرف مديرية الغابات أو محافظة الغابات ولاية الوهران، وذلك بناء على طلب شركة السكك الحديدية لوهران، حيث أن القطار الرابط بين وهران وتيموشنت هذه الأشجار تشكل خطرا على هذا الخط. يبقى السؤال المطروح، لماذا نقطع الأشجار بينما منذ أيام تم الانطلاق في أكبر عملية للتشجير؟ في حادثة استغربها المواطنون تتعلق بقطع حوالي 60 شجرة يفوق عمرها 100 سنة بمحاذاة خط السكك الحديدية بالطريق الرابط بين بلدية السانية ومسرقين، والتي كانت تضفي جمالا للطريق وتغطيه بظلالها. بصح هكذا الا 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 كان ما عندها حتى خسارة باش يقلعوا خسارة. شحال عندها الأشجار هذيك عمرها؟ يروم وقت الاستعمار. ها من فرنسا هذه. وغادي نعاودوا نغرسوا الشجرة كيما هذه. راه شاده الأرض هذه، وحنا عبر عندنا هنا السبخة، السبخة راشية. كون ما يكونش الشجار كيما هذو ما تنشدش القدرون. الأشجار راهم هنا عندهم تاريخ منذ الاستقلال، من قبل الاستقلال. وهاد الأشجار كانوا يعطوا منظر للطبيعة، منظر خلاب. من جهتها بلدية السانية تدخلت لوقف العملية وأعلمت مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا. تبين في الأخير أن عملية القطع تمت برخصة من محافظة الغابات بطلب من مديرية النقل بالسكك الحديدية. تبين أن المؤسسة الخاصة أمرت من طرف مديرية الغابات أو محافظة الغابات ولاية الوهران، وذلك بناء على طلب شركة السكك الحديدية لوهران، حيث أن القطار الرابط بين وهران وتيموشنت هذه الأشجار تشكل خطرا على هذا الخط. يبقى السؤال المطروح، لماذا نقطع الأشجار بينما منذ أيام تم الانطلاق في أكبر عملية